كلنا يعرف الحجر الأسود أو الأسعد الذي هو موضع إجلال، هو قطعة من الجنة حملها جبريل عليه السلام إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان أبيض كبياض الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم. وكلنا نتمنى من الله أن نلمس هذا الحجر الشريف، وهو مكون من عدة أجزاء: بيضاوي الشكل، لونه أسود مائل إلى الإحمرار، ويوجد في الركن الجنوب-شرقي من الكعبة المشرف، والمعروف عنه أنه نقطة بداية الطواف ومنتهى. السؤال هنا الذي يدور في أذهاننا جميعا: كيف سرق القرامطة الحجر الأسعد في ظل الدولة الإسلامية؟ ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقد فضل الله سبحانه وتعالى مكة وكرمها من بين المدن في العالم، وخصها بأنها مثابة للناس وأمنا وحرما يجتمع فيها الحجاج لأداء مناسكهم، يرجو يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى ويخافون عقابه، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة. ولما لمكة المكرمة من أهمية كبيرة في الإسلام، فقد شهدت حوادث كثيرة ومنها سرقة الحجر الأسعد. ولكن قد يكون هذا بعيدا عن تصورنا جميعا، ولكنه حدث بالفعل. إن الحجر الأسود سرق لمدة 22 عاما، ليس على يد أعداء الإسلام ولكنه على يد جماعة دينية متطرفة أرادت تغيير مكان الحج، وهم الذين يعرفون بالقرامطة، وهم فرقة دينية من غلاة الشيعة التي أسسها حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وذلك لقصار قامته ورجليه. ويعتبر سرقة الحجر من أبشع الحوادث التي حدثت على مر التاريخ، فقد أغار القرامطة على المسجد الحرام وقتلوا ما فيه، واقتلعوا الحجر وسرقوه سنة 317 هجرية في يوم التروية والناس محرمون. كما حاولوا أيضا سرقة مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن أخفاه السدنة، وفي سنة 318 وضعوا الحجر في بيت كبير بالإحساء، وأمروا سكان القطيف بالحج إلى هنا، ولكنهم رفضوا. فقتل القرامطة أناس من أهل القطيف بلغ عددهم 30,000 تقريبا. ولما رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود، وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده، وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود ليوضع في مكانه، وأعطى له جميع ما عنده من أموال، فلم يلتفت إليه، فقتله أمير مكة، فقتله القرمطي وقتل أهل بيته وجنوده، وذهب إلى بلاده ومعه أموال الحجيج والحجر. وفي رواية قيل إن القرامطة باعوا الحجر إلى الخليفة المقتدر ب30,000 دينار، ولما أرادوا تسليمه أمرهم بأن لا يسلموا الحجر، وقال لهم: يا من لا عقل لكم، من أين تعلمون أن هذا هو الحجر الأسعد؟ لعلنا أحضرنا حجرا غيره. فسكت الناس وقالوا لنا: في هذا الحجر علامة، إنه يطفو على سطح الماء ولا يسخن بالنار، فاحضروا طسا ووضعوا فيه ماء، ثم وضعوا الحجر فطفى على سطح الماء وأوقدوا عليه النار فلم يحسوا بها، فقال: أشهد أنك أنت الحجر الأسود. فتعجب وقال: هذا دين مضبوط، وأرسلوا الحجر إلى مكة. وفي شهر ذي القعدة سنة 339 رد الحجر إلى مكانه في البيت، وكان ملكهم وهو طاهر سليمان بن أبي سعيد، وقد بذل لهم الأمير بجكم التركي 50,000 دينار على أن يردوه إلى موضعه، فلم يفعل، وقالوا: نحن أخذناه بأمر فلا نرده إلا بأمر من أخذناه بأمره. فلما كان في هذا العام حملوه إلى الكوفة وعلقوه على الأسطوانة السابعة من جامعها ليراه الناس، وكتب أخو أبي طاهر كتابا فيه: إن أخذنا هذا الحجر بأمر، وقد رددناه بأمر من أمرنا بأخذه ليتم حج الناس ومناسكهم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.